عمنا صلاح جاهين ما كذبش لما قال البنت زي الولد ماهيش كمالة عدد. معانا النهارده بنوتة زي العسل وزي القمر، أثبتت إن البنت مش بس زي الولد، ده ممكن تتفوق عليه كمان. آية منورانا في أهالينا. شكرا. عرفي السادة المشاهدين بنفسك. أنا اسمي آية قمر. أنا المفروض إن أنا خريجة بقالي سنة من عين شمس بزنس كريدت أور سيستم. أنا والدي متوفي من وأنا عندي 17 سنة. رحمة الله عليه. كنت لسه مخلصة ثانوية عامة وداخلة أولى جامعة. كان عندي امتحان 100 ترم الصبح، فوالدي توفي يعني الصبح، فبعد كده يعني كان المحل هنا، يعني أنا إخواتي صغيرين، عندي أخويا كان في تانية إعدادي ساعتها، وأخويا التاني كان في أولى ثانوي، وأنا كنت لسه في أولى جامعة، ووالدتي مش شغالة خالص، فما كانش عندنا أي مصدر رزق يعني خالص، غير إن أنا يعني أرجع أشغل المحل. غير المحل ده بالظبط. وأنا عمري ولا أنا ولا إخواتي عمرنا ما نزلنا مع بابا خالص. خالص؟ خالص. ولا حتى في أجازة الصيف ولا الصبيان ينزلوا؟ ولا أي حاجة خالص. كان طول عمرنا عادي في المدرسة والدروس والكلام دوت. انتوا من سكان الزمالك؟ لا. اوكي. بس مدرستنا الجزيره الخاصه للغات هنا من جنب بابا. فطول عمرنا مدارس ودروس، وكنت متفوقه جدا في المدرسه، وبطلع من اول الدفعه دايما. فبعد كده لما يعني والدي توفى، يعني خالي جه قال لي ان لازم انت يعني انا خالي وواحد بيشتغل مع والدي هنا. قال انا عايزك في الدنيا ما تعمليش حاجه، تيجي تقفي على الكاشير بس، تتابعي حاجاتك وتتابعي يعني تقفي على الكاشير ما تعمليش حاجه. تتابعي مالك ومال اخواتك. قلت له انا ما بعرفش، يعني انا اصلا ما بروح اطلب حاجه من مطعم ولا كده بتحرج، وخلي اصحابي يطلبوا لي. ما اعرفش اتكلم، ما بعرفش اي حاجه. قلت له مش حاجه اقعد في الشارع واقابل الناس وكده يعني. قال لي مش هتعملي حاجه، هتيجي تقعدي على الكاشير. فنزلت ابتديت واحده واحده، ما كنتش بتساب لوحدي خالص. كنت في اولى جامعه ساعتها. لسه داخله الجامعه. لسه جديد يعني، لسه داخله الجامعه بالظبط. فبعد كده كان صعب عليا جدا ان انا بدرس، وكانت كريدت، وكان عندي حضور وغياب وسكشنز وميد ترم وكل حاجه. فكنت اللي هو باجي مثلا اروح الجامعه الصبح، كنت اجي على طول على المحل، اللي هو اكتر حاجه زعلتني ان انا ما كانش يعني ما كنتش بقعد مع اصحابي كتير، ما كانش في ستودنت اكتيفيتي. ما عشتيش الحياه الجامعيه بكل تفاصيلها في اول سنه. بالظبط. لا كل السنين بقى، ما خلاص من اولى لحد ما اتخرجت.